السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل على كل مشاهدينا ومشاهدي قناة الصحة والجمال، وأهلا وسهلا بيكم في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم دكتور مع منار. حلقة النهاردة مختلفة شوية. حياتنا عبارة عن علاقات، سواء علاقات اجتماعية سواء علاقات عاطفية. العلاقات بتبقى مش شرط ما بين واحد وواحدة، ممكن تكون علاقتك بأهلك، علاقتك بوالدتك، علاقتك بوالدك، علاقتك بمراتك، علاقتك بصاحبتك، علاقتك بجوزك. العلاقات دي كلها عموما بتنصب لسعادة البني آدم. سواء ساعات بنلاقي نفسنا ان احنا اسعد يوم في حياتنا كان النهاردة، وساعات بنلاقي نفسنا ان اليوم زي اليوم عدى اصلا بالطريقة دي. هنتكلم عن العلاقات الصحية وازاي نوصل اصلا ان احنا للعلاقة الصحية لو احنا مش في علاقة صحية، وازاي وايه هي مراحل العلاقة الصحية، ولو العلاقة نجحت او العلاقة فشلت ازاي نتخطى فشل العلاقة دي. علشان النهارده هيكون في استضافتي دكتور حسام فوزي دويدار، ريليشن شيب اند لايف كوتش. اهلا بحضرتك يا دكتور، منورني. اهلا بيك يا منار، صباح الخير عليكي، صباح الخير على الساده المشاهدين، وصباح الخير على التيم اللي موجود معانا بيعملوا مجهود يعني عشان نطلع لهم. انا سعيد جدا ان انا هبقى معاكي النهارده. انا كمان سعيده جدا. الموضوع بتاع النهارده فعلا موضوع مهم جدا، لان مهم جداً هو ده جداً. اساس الحياه زي ما انت قلتي بالظبط، وان شاء الله الناس كلها تستفيد من الحوار اللي هنعمله ان شاء الله يا دكتور. دكتور، هو احنا لاحظنا في اخر 5 سنين، حتى كنت بتكلم معاك في الموضوع ده قبل كده، كناش نسمع قبل كده يعني ايه لايف كوتش ده، ولو كانت اتقالت قدامنا يعني ايه هو اللايف كوتش ده، ايه ده، ايه اللايف كوتش ده. عايز بس اعرف الفرق ما بين اللايف كوتش وما بين السايكوثيرابيست. بصي، هو اللايف كوتش موجود من زمان قوي، بس كان مينلي بيشتغل مع الرياضيين، لان يعني من زمان قوي كانوا الرياضيين بيبقوا بيلعبوا كويس، وبعدين فجأة الكوتش بتاعهم الاثليتيك كوتش بتاعهم بيلاقي ان في اختلاف في مستواهم مع ان نفس التدريبات. فبعد كده في الثمانينات في واحد اسمه توماس ليوناردو، ده كان اساسا فاينانشال بلاننج، يعني هو اللي بيظبط حسابات الدنيا، ويعني عايزه تعملي اي حاجه تاخدي ادفايس بتاعته وكده، كان هو شغلته فاينانشال بلاننج. ليوناردو ده لقى ان الناس بتحتاج حاجه تانية، يعني بيقول لهم مثلا اعملوا المشروع دوت او ما تعملوش المشروع دوت، بيلاقي الناس مش عارفه تعمل المشروع، بتقف في حاجه بتوقفها. فبدا يدرس موضوع اللايف كوتشنج، وبدا يخش ديب في جوه الشخصيات، ويبدا يعرف ايه اللي بيوقف الشخص انه يكمل البروجكت اللي هو عامله او المشروع اللي هو عامله. ومن هنا بالظبط من الثمانينات بدا موضوع اللايف كوتشنج. في التسعينات ليوناردو بدا يعمل زي كوليدج او مدرسه لللايف كوتشنج، وبدا يعلم الناس. يعني الموضوع برضو يعتبر ايرا جديده مش ايرا قديمه، يعني هو تقريبا من الثمانينات ومن التسعينات بدا ينتشر. بس انا بلاحظ ان اللايف كوتش عموما بيتكلم مع حد هو ما عندهوش مشكله نفسيه، هو بيتكلم مع حد سليم جدا نفسيا وكويس جدا، بس مر بتجربه في حياته فاشله. تمام، ده وجهه نظري من ناحيه اللايف كوتش، مش عارفه تتفق معايا او لا. لا بصي، هو ارجع لسؤالك، الفرق بين السايكوثيرابيست واللايف كوتش، السايكوثيرابيست بيديكي نصايح، برضه بيسيرش جواكي ويبدا يديكي انستراكشنز ونصايح ازاي تعرفي تتغلبي على الموقف اللي انت فيه. اللايف كوتش مش كده خالص، اللايف كوتش مش شرط ان يحصل مأساة، مش شرط ان يحصل حاجة، بالعكس انت بتبقي ماشية حياتك طبيعي خالص، بس بتلاقي نفسك استجد في حتة، يعني في حاجة غلط. انا يعني انت مذيعة مثلا، انا كل حلقة بطلع كويسة قوي، وبعدين فجأة حصل حاجة ان انا بدأت مثلا بقى عندي رهبة من الكاميرا، وانا طول عمري بتصور ومفيش مشاكل. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ دي شغلتي بقى، دي شغلة اللايف كوتش. وهكذا بقى في كل حاجة، يعني ممكن مدير ناجح جدا في مكان معين اتنقل من المكان ده، او اترقى، ايفن اترقى، المفروض اللي يترقى ده يبقى عنده موتيفيشن وانه يشتغل، يلاقي ان البرفورمانس بتاعه قل، او الاداء الوظيفي بتاعه قل، مع انه كان معاه تيم مثلا اكبر، بس كان الاداء الوظيفي اعلى. طب ايه الموضوع؟ يبدا بقى دور اللايف كوتش في كده. مع اللايف كوتش بالظبط. طيب يا دكتور، هو انا عرفت ان حضرتك دكتور تخدير. تمام
وبعدين بقيت لايف كوتش. لا، في تغيير قبل التخدير يعني قبل اللايف كوتش في كارير، انا عملت تالت. شيفت كارير كتير قوي. طيب ايه سبب تغيير الشيفت كارير من حضرتك دكتور تخدير للايف كوتش؟ بص يا منار، هو الموضوع كبير يعني. كل انسان زي ما انت قلتي في الاول كلامك، ان كل واحد بيحصل له تشالنجز في حياته، وبيحصل له مواقف بيستك فيها يعني، خلاص بيقف ومش قادر يعمل حاجه. انا حصل لي الموقف ده، موقف من المواقف، وقعدت مع سايكو سيرابيست، وكان من الشخصيات اللي ساعدتني فعلا. بس نور لي حاجه كده جوايا، ان في حاجه ناقصاني، انا مش طبيعي. فبدات افكر في موضوع اللايف كوتش، فقلت بدل ما اخد سيشنز واقعد 1 تو 1 وانا اوريدي يعني عندي شويه معلومات عن الكوتشنج، لان انا في الكارير شيفت اشتغلت في شركات ادويه كتير، وكنت بعمل تريننج وبعمل كوتشنج للناس. فروحت اخدت الماستر بتاع اللايف كوتش، وبدأت بقى تنور معايا من هنا، وبدأت أشتغل. طب يا دكتور، طبيعة العلاقات الإنسانية، تمام بالظبط هي نفس البصة دي، طبيعة العلاقات الإنسانية تركيبتها إيه؟ يعني البني آدم تركيبته إيه أصلا؟ العلاقة اللي بتحصل ما بيننا وبين أهلنا، ما بيننا وبين أصدقائنا، ما بيننا وبين المتجوزين مثلا، دي طبيعتها إيه؟ بصي، هي العلاقات الإنسانية هي أساس التواجد، لأن إحنا مش عايشين لوحدينا، إحنا عايشين مع ناس، وعايشين في وسط مجتمع، وعلى هذا الأساس بنبني الاتصال بيني وبين كل واحد تاني. الناس كلها لما بتكلم علاقات أو ريليشن شيب بيفتكروا إن هي واحد بيحب واحدة لا لا مش شرط أو كده. خالص، لا لا خالص، أنت علاقات الشخصية، في بقى العلاقات أصلا الإنسانية في عنده كل مشكلة في حاجة، شغله، في كل حاجة، في الشغل مع الزملاء، في البيت مع الأولاد، مع الزوجة، مع الزملاء في الجامعة، مع أي حد. إزاي تتواصلي معاه، وإزاي تكوني العلاقة تبقى علاقة صحية، وتبدأي تستمتعي بحياتك في وسط الناس، هي دي أهم نقطة، إنك تستمتعي بحياتك. إحنا ربنا خلقنا عشان نستمتع بحياتنا، يعني زي ما الناس كتير بتقول يعني ما ينفعش نعيش حياتنا واحنا مش مستمتعين. هتحسي بفرق كبير قوي لما تعيشي حياتك وانت مستمتعة. هنعرف بقى ازاي نستمتع بحياتنا ده بس بعد الفاصل، هناخد اوكي، فاصل صغير ورجع لكم تاني، استنونا. رجعنا لكم تاني من الفاصل، ونرحب دكتور حسام فوزي دي ويدور ريليشن شيب اند لايف كوتش. دكتور حضرتك قلت في النهايه قبل ما نطلع فاصل نستمتع بحياتنا، ازاي نستمتع بحياتنا؟ انا كل هدفي من الحلقه دي ان نعرف اثر العلاقات على الحياه النفسيه، تمام؟ فاحنا عايزين نعرف ازاي نستمتع بحياتنا وازاي نبقى مبسوطين في حياتنا. بصي، هو اول حاجه عشان تبني علاقه سليمه انك تاكسبت اللي قدامك، يعني اللي قدامك هو انسان ربنا خلقه، خلقه لغرض او لسبب، وخلقه حاجه هيعملها في حياته، ومهما كان الشخص دوت فهو مخلوق لحاجه معينه. فاول حاجه تتقبلي الشخص اللي قدامك. بالنسبه بقى التقبل، ايوه اتكلمنا برضه في النقطه دي قبل كده، ايوه تمام. الاكسبتنس ده او القبول ده حاجه من عند ربنا، قلت تمام لك عليها قبل كده وقلت لي لا دي مش حاجه من عند ربنا، احنا اللي بنصنعها. بالظبط. طيب ما هو احنا ممكن نقعد مع ناس ومش متقبلينهم، مش متقبلينهم من وجهة نظرنا احنا، انما لما تقعدي وتتكلمي مع الشخص دوت وتحطي نفسك مكانه، هتلاقي انك بتعملي نفس الحاجات اللي انت مش متقبلاها. لو بدأتي تتقبليه هتبدأي تشوفي الحاجات الكويسة. مفيش منار انسان 100% كويس او انسان 100% وحش، مفيش واحد شبه التاني. فلما نقعد مع حد لازم نتقبله، ونبدأ نبص عليه من نظرة تانية خالص، مش first impression is the last impression، ديت الكلمة اللي بتقال اللي هي اول نظره هي اللي بتحكم، مفيش الكلام ده، واستفتي قلبك بقى وانت اول ما تشوف. لا 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 لا،
كل دوت ما ينفعش. احنا لو اشتغلنا بعواطفنا اللي هي الايموشنالي، يبقى مش هنكلم حد ومش هنعرف حد. العواطف دي اخر حاجه، اول حاجه لازم نشغل مخنا، المخ ده لازم يشتغل ولازم هو اللي يسيطر على عواطفنا، لان الحته دي مهمه قوي. يعني انا مثلا قاعد معاكي دلوقتي معرفكيش، لو انا مش متقبلك مش هشتغل او مش هتكلم من الشغل دوت، لان خلاص انا لا 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 دي مش هعرف اشتغل معاها. ما ينفعش، لازم اقعد واتكلم معاكي واشوف الاخبار ايه واشوف الدنيا ايه، سواء بقى زملاء سواء اصدقاء سواء زوج وزوجة سواء مخطوبين وهيبداوا. مفيش حد كامل، لازم تحطي في دماغك ان مفيش حد كامل. بالصورة دي هتبداي تتغاضي عن السلبيات وتشوفي الايجابيات. الايجابيات كتيرة قوي، كل واحد فيه ايجابيات كتيرة جدا واحنا بنبقى مش شايفينها. حضرتك قلت ان مفيش حد كامل، تمام، انا معاك ان مفيش حد كامل. طيب ازاي نقدر ان اللي هو النقص ده اللي احنا شايفينه نستغله يبقى حاجه بوزيتيف؟ تمام، ازاي نقدر نبني علاقه صحيه من علاقه غير صحيه، او ممكن تكون هي علاقه عاديه، تمام، اللي هي صحيه ولا هي مش صحيه، ونبنيها نخليها حاجه كويسه؟ زي ما قلنا، اول حاجه القبول، حطي نفسك مكانه، البسي نظاره الشخص اللي قدامك. لو بيعمل حاجه انت شايفه انها مش كويسه، شايفه انها عاده سيئه مثلا، اتكلمي معاه وتناقشي معاه. النقاش هو اللي هيوصل، بس نقاش من غير ما نصغر منه، من غير ما نبدا نعمل له الطريقة كويسة يعني في كريتيزم، الكلام. يعني فهماني. يعني لازم تتعاملي مع الشخص اللي قدامك ان هو انسان زي ما قلنا، وانسان المفروض ان هو حاسس ان هو كامل. كلنا حاسين ان احنا كاملين، مع ان كلنا فينا بوزيتيف ونيجاتيف زي ما قلنا، سلبيات وايجابيات. فاتعاملي معاه من الحته دي، اظهري له ايجابياته الاول. الله ينور، ده ايه الجمال ده، ده انت عملت حاجه كذا 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 ممتازه. وبعدين انا شايفه ان في حته كده عايزه تتظبط، لو ظبطنا الحته دي تبقى زي الفل. هتلاقيه يبدا هو يقبل الموضوع مش النقد. موضوع ان هو يقبل النقد، هو اصلا احتمال ما يشوفش ان ده نقد اصلا، من كتر ما هو الطريقة كويسة ممكن ما يشوفوش نقد اصلا. بالظبط، ما عشان كده اياكي والنقد. ما تجيش مثلا انا قاعد مثلا اهوت وبصور معاكم، فجاه قلتي رحتي بصالي لا 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 ما تتهزش كتير، هتوتر. هتوتر خلاص، هتهز اكتر ما انا بتهز. نفس القصه دي. انما لو قلنا تمام الله ينور، ده النهارده يوم جميل جدا، بس يا ريت لو نيجي كده شويه ونثبت. بالظبط، كل حاجه في حياتنا بالنقاش هتلاقي ان الدنيا اختلفت تماما. بس طب ازاي نقدر نحافظ على حاجه زي دي؟ يعني ايه نحافظ على حاجه؟ نقدر نحافظ على علاقه صحيه. خلاص احنا وصلنا للستيب اللي بعدها ان احنا عملنا علاقه صحيه، تمام، نقدر نحافظ عليها ازاي؟ اعرفي بقى ان العلاقه وين تو وين سيتويشن، يعني انا مستفيد وانت مستفيده. ما ينفعش تخشي في علاقه وعايزه تبقي انت المستفيده، وما ينفعش اخش في علاقه وابقى عايز انا المستفيد، لان زي ما اتفقنا ان هي علاقه. يعني عشان نرتبط ببعض كعلاقه واتيفر، يعني علاقه صداقه او علاقه زماله او اي حاجه، لازم انت تستفيدي وانا استفيد. انما لو انا جاي عشان استفيده بس، عمرها ما هتنجح. طيب ليه بشوف معظم الوقت ان علاقه الصداقات بتنجح وبتبقى احسن من يعني مثلا لو شفت اتنين كانوا صحاب جدا، تمام، وبعدين اتجوزوا، ممكن اثناء فتره صداقتهم مع بعض كانوا ماشيين كويس جدا، جاست بقى ان هم خلاص اتجوزوا الدنيا بقى اتقلبت راسا على عقب، ده بيبقى ايه سببها؟ دي هي لها اسباب كتير. اول سبب ان احنا برضو واحنا لما تبقى علاقه زماله او صداقه، بيبقى علاقتنا في حدود معينه، وبيبقى انا عارف ان انا عايز استفيد منك في ايه، وانت عارف عايز تستفيدي مني في ايه. بمجرد ما بنتجوز بتختلف. الراجل بيبقى فاكر ان الست خلاص بقت مراته، انا عايز منها كذا وكذا وكذا وكذا، وما بيفكرش هي عايزه ايه. والست نفس الكلام، الراجل لا هو خلاص بقى جوزي وانا عايزه منه كذا وكذا وكذا وكذا، وما بتفكرش هو عايز ايه، او بتفكر هو عايز ايه في حدود حتت صغيره. وكتير والراجل اصلا نفس من الكلام. الناس بيفتكروا ان هما
اتعرفوا على بعض، بعدين اتخطبوا، بعدين اتجوزوا، خلاص كده الموضوع انتهى. اما ما خلاص ما يعرفوش احنا ان اتجوزنا الجواز يعني. هو بداية حياة جديدة، بداية يعني بداية معرفة جديدة. هما ممكن اصلا يعني انا بشوف ناس اتخطبوا 5 6 7 سنين بس ما بيعرفوش بعض قوي زي ما يكونوا عايشوا مع بعض في بيت واحد. يعني ال7 سنين دي ب4 5 ايام اللي عاشوهم في بيت واحد. بالظبط بالظبط، لان هو انت لما بتبداي تعيشي مع حد حياه كامله بتفرق، انك بتكتشفي في حاجات انت ما كنتش شايفاها قبل كده. زي ما قلت لك بالظبط، انت الاكسبكتيشنز يعني التطلعات بتاعتك في الشخص اللي قدامك بتبداي تبني تطلعات عاليه قوي. التطلعات ديت لو ما وصلت لهاش خلاص استقد بقى، انت بقيتي وقفتي في مكانك. يعني ايه؟ لا ده انا عايزه كذا كنت وعايزه كذا، هو ما بيعملش حاجه خالص، مع انه ممكن يكون بيعمل 10 حاجات كويسه وانت مش شايفه الحاجات كويسه، لانك انت خلاص عينيكي قفلت ودماغك قفل انك بتشوفي الحاجات السيئه بس. انما التطلعات ديت لو بدانا نعملها درجه درجه هتلاقي الدنيا مختلفه تماما، مختلفه تماما. وزي ما طب ما قلنا هي الدرجة درجة دي، ما هي حتى الدرجة اللي هي أول درجة ممكن هو ما يعملهاش، تاني درجة ممكن ما يعملهاش، تالت درجة استحالة ممكن ما يعملهاش. استحالة استحالة، ما يبقى انت غلطانة اساسا من الاختيار، او انت يعني شفتي الشخص بصورة تانية خالص غير اللي هو فيها. لان مهما كان ما فيش حد بيبقى مش عايز يدي، بس اسلوب ان انا ادي بيتعتمد عليكي برضو ازاي تاخدي. فاهماني؟ فهمت. يعني يمكن على السوشيال ميديا كل الناس بتتكلم الكوتس دي او الكلام اللي بيتقال، لو كنت بتحبني كنت عرفت انا عايزه ايه. اه دي اسوأ حاجه ممكن تتقال، والله العظيم دي اسوأ حاجه ممكن تتقال. لان مهما كان ومهما وصلت العلاقه بين فردين، استحاله اخش جوه دماغك واعرف انت عايزه ايه. انما حكايه انت ما انت عارفني بقالك سنين وعارف انا عايزه ايه لا لا طب لا ما برضه لما بيعرفوا بعض مدة طويلة يعني في سنس شوية ان هو يعني اكيد بيبقوا عارفين، هي بتبقى عارفة مثلا هو بيفكر في كذا، هي عايزة كذا، بيبقى فيها شوية لا عامل شوية ان هو طب وتفرق ايه ان احنا نقول؟ ممكن يتقال وما يتعملش على فكرة. بيتقال ازاي؟ ما احنا قلنا تمام. الطريقة ازاي؟ يعني بصي، لو أي حاجة عايزة أي حاجة في قاعدة وأنتوا قاعدين مع بعض، بجد أنت بتعمل لي حاجات كتير وأنا متشكرة، ده انت أنت عظيم. عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، بس نفسي بقى في مش عارف إيه. وما تتقالش بالأسلوب اللي أنا بتكلم بيه، ما أنا انا بقول يعني تمثيلية، يعني مش عشان بقى هو خلاص يبقى عارف اول ما تيجي تشكره يبقى هتطلب حاجة، مش كنت ضروري. لسه مش هقول لك. لا انا عارف الدخلة دي. ايوه لا 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 لا، لازم يعني ابريشيت، يعني تشكري اللي قدامك وتبدأي تتكلمي معاه على طول على هذا الاساس. ومش انتي بس، ما هو كمان عليه عامل، يعني هي تبادل منفعة زي ما بقول، لازم وين تو وين سيتويشن، لازم انتوا الاثنين تنجحوا ولازم تعملوا اللي ينجحكم. طب هو ايه الاسس اللي المفروض تكون يعني 2 لسه هيتجوزوا، تمام، او بلاش هيتجوزوا، 2 لسه رايحين هيتعرفوا على بعض، ايه الاسس اللي هي المفروض تبقى في دماغها؟ ده اللي انا عايزاه في شريك حياتي اللي عن طريقها هنعمل اسره كويسه من غير مشاكل من غير حاجه. ايه الاسس؟ ما ينفعش اقولها لان مفيش حاجه اسمها اسس. انتي طلباتي غير طلباتي، انتي النيدز بتاعتك غير النيدز بتاعتي، انتي واختك وبنت خالتك التخيل في دماغك مختلف. انا ما اقدرش، يعني ناس بتحب المانجا وناس بتحب التفاح، ليه؟ هتقولي لهم انتوا ايه الاسس اللي هتختار عليها الحاجه اللي هتاكلها؟ هي كده بالظبط، انتي جواكي انتي اللي هتعرفي. مفيش حاجه يعني، مفيش قانون اقدر احطه ان انا عشان كده اختار، يعني ده مفيش حاجة اسمها كده. لا 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 خالص خالص. طيب يا دكتور، علشان بس ما اسرحش قوي بالكلام وانسى اسئله البنج، اول سؤال جالنا انا اتخطبت 3 سنين وبعديها كتبنا الكتاب وانفصلنا بعدها، وبعدين رجع تاني طالب اننا نبقى اصدقاء علشان العشره، ينفع اننا نرجع اصحاب بعد الانفصال بعد قصه حب ولا ده صعب؟ احنا اتفقنا ان الحب مفيش حاجة اسمها حب، ايوه، نيجي احنا بقى عند ما النقطه دي. اتكلمناش فيها النهاردة، بس يعني لا مش متكلمناش، نتكلم فيها بقى. تمام، يعني ايه مفيش حاجة اسمها حب؟
بصي، هو الحب عاطفة، اوكي، تمام. ممكن يكون تعود، ممكن يكون عشرة، ممكن يكون اي حاجة، بس الحب اللي هو الحب لا، زي ما عشرة ايه؟ بيقولوا، اتنين لسه ما ما هو يعرفوش عشرة بعض. برضه، ما هو بقالهم كام سنة، ما هي بتقولك بقالي 4 سنين لا مخطوبين. احنا بنتكلم، حضرتك بتقول ان جنرال ولا في الموضوع ده؟ ان جنرال ان مفيش حاجة اسمها حب، تمام. فبتقول الحب ده بيجي نتيجة ما عشرة. فيش حاجة اسمها unconditional love بالظبط، اللي هو الحب اللي غير مشروط، يعني في الحب الغير عاطفة، مشروط ده في مفيش. عاطفة، يعني ممكن أميل لشخص وشخص يميل ليا، اتس اوكي، بس مش الحب اللي هو أنا بحبه بس مش عايزة منه حاجة. زي ما اتفقنا، هي أي علاقة في الدنيا، حتى ايفن علاقة الحب، هي علاقة خد خد هيا خد وهات. ويت. أنا ليا طلبات وأنت ليكي طلبات، ولازم الطلبات دي تتنفذ، ما تتنفذش كلها، بس على الأقل يبقى في سلة تواصل بينا، بحيث ان احنا نعرف نوصل للبر. انما الانكونديشنال لاف اللي هو الحب غير مشروط، هو حب ربنا لينا بس بس، في ولا برضو امي ولا ابويا كنت لسه ولا، هقولك، في حب اهلنا ما لا بيبقاش مستنيين مننا حاجه، لا، عايزيننا بس كويسين قدامهم وخلاص، كويسين قدامهم ولا كويسين قدام الناس؟ كويسين لنفسنا. ولو عملتي حاجة غلط قدام حد، بنتعاقب علشان نبقى كويسين، ولو عملتي نفس الحاجة في البيت، ما هنتعاقب برضو. لا مش نفس العقاب اللي تتعاقبيه لو عملتيه قدام حد. الأب والأم بيحبوا ولادهم، ما بقولش لا، بس برضو مش الحب اللي هو الغير مشروط. أنا بحب ولادي وبربيهم تربية كويسة عشانهم، بس بتك عليهم في حاجات عشاني، يعني علشان مثلا يتقال ان عشان يتقال إن اتربى حسام ربي عرف كويس. يربي، بسم الله ما شاء الله. اه فعلا، ربت ما شاء الله. ايوه، حسام ربى، مدام مراته ربت، يعني مهما كان. انا على فكره بقعد مع زوجتي الايام ديت، وبدات اقول لها كده، احنا بنعمل لهم اللي هم عايزينه، مش اللي احنا عايزينه. لازم كده، لازم انت لازم تحطي نفسك برضو مكان الطفل بتاعك، وتقعدي تتكلمي حضرتك معاه قلت احنا بنعمل لهم اللي هم عايزينه مش اللي احنا عايزينه، اللي المفروض يتعمل، ان احنا نعمل لهم اللي هم عايزينه مش اللي اللي احنا المفروض، عايزينه. اه بس مش ده بس مش اللي ده اللي بيحصل. بيحصل، احنا بنعمل احنا عشان، يعني انت لو قاعده في مطعم ولا حاجه، وفجاه لقيتي واحده بتزعق، هتلاقيها بتزعق مثلا عشان ابنها اخد حاجه بايده مش بالشوكه، مع انه بيعملها في البيت عادي، انما قدام الناس الايجو بتاعها لا، ما ينفعش كده، انا ايوه ما فعلا، ربيتش. رد الفعل بتاعها قدام الناس بيبقى بيضايق اكتر من ده وهو لوحده، بس بالظبط، هتزعق له برضه، بس مش بنفس هو الكم لوحده بتاعه. ممكن يا حبيبي، اصل انا بعلمه، انما انا بعلمك في البيت، وبره البيت ما اتعلمتش. لا هو ازاي؟ هو انتوا اشمعنى في البيت عاملين كده، وبره بتفضحوني؟ ده في بتوصل لكده، انتوا بتفضحوني بره، ما يبقى فين الحب؟ يبقى هي عايزه برضو، هي عايزه تحس بالنشوه ان هي عملت كده، لما الناس تبص لها وتقول بسم الله ما شاء الله، دي فعلا ربت. ربت. لا 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 لا، وبرضه في مرحله في ال وبتبقى مبسوطة قوي لما حد، يعني درجة انبساطها بتزيد اكتر لما حد، يعني ممكن تكون هي شايفة ابنها او بنتها، هي عارفة انهم كويسين وزي الفل، بس لما حد بيقول كده تمام، درجة الانبساط بتاعتها بتبقى اكتر من لو هي شافت لوحدها. بالظبط. ومهما كانوا كويسين، هتيجي تقول لهم مش معنى انتوا كويسين بره ومش كويسين في البيت، مش معنى انتوا كويسين في البيت ومش كويسين بره، طب احنا نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ يعني خصوصا في مرحلة المراهقة، مرحلة المراهقة دي بتبقى صعبة جدا للولاد والبنات، خلاص حاسوا ان هم كبروا، وان هم ليهم رأي، وان هم يقدروا يعتمدوا على نفسيهم. دي نقطة مهمة جدا، لازم تحسيهم فعلا ان هم كبروا كل حاجه، بس حاسين يتحملوا بسنهم، مسؤولية، مش مسؤوليه كبيره هي، مسؤولية لا نفسهم على الأقل. على الاقل مسؤوليه نفسهم، بس ما يعني ما تعمل لهمش النقد اللي هو على طول نقد 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 نقد. مش نقد، مش ده اللي بتكلم فيه. توجيه، فرق ما بين النقد وفرق ما بين ما هو التوجيه. التوجيه بيجي ازاي؟ ما هو يعني هو التوجيه مثلا حد مثلا 12 سنة تمام. تمام، كل في طبقه، حبيبي شيل طبقك، شوفي انت فده قلتي ايه، ده حبيبي شيل توجيه. طبقة. ما هو دي أول مرة، وتاني مرة هتبقى كده، لا، ما هو تالت مرة هيبقى رد فعل لو مختلف. قلت له بقى ماما تعبانة، انا عندي حاجات كتير، انا جاية من الشغل وانت جاي من المدرسة، ما نساعد بعضينا ومش عارف ايه، من غير ما نبقى على الترابيزة، يعني من الاول خالص انت بنيتي فيه كده، هتلاقيها اوتوماتيك، او هتلاقيه اوتوماتيك وهو قايم هياخد طبقه معاه، انما شيل طبقك وانت قايم، حاضر
مش هشيل. مش هشيل، اصل هو مش مقتنع، ما هو ده مش شغلته، دي مش مسؤوليته، دي مسؤولية اللي جاهز السفرة. بس انا هقول لحضرتك حاجه، انا بقى يعني الموضوع ده محتاج ان الاب والام نفسهم قبل ما يخلفوا تمام يروحوا اللايف كوتش الاول يقول لهم المفروض ايه الاسس اللي يمشوا عليها، لان عموما لا مش هتلاقي حد بيعمل كده، ولو لقيت هتلاقيها نسبه 1-2%، نسبه قليله جدا تمام. ف يعني انا شايفه ان الاب والام نفسهم محتاجين الاول هم ياخدوا كورس او يقعدوا مع لايف كوتش يعرفهم الدنيا ماشيه ازاي، لان انا مش شايفه ان ده بيحصل. بصي، هو مش شرط يقعدوا مع لايف كوتش، او مش شرط، احنا تقريبا مثلا نقول ايه 60 70% من الناس على السوشيال ميديا موجودين. اصل زي ما الاهل اتربوا تمام هيربوا ولادهم، بالظبط، وزي ما الاولاد دول اهلهم ربوهم هيربوا ولاد ولادهم كده. وهي المشكله في كده، المشكله ان انت هي سلالة الحاجه اللي مش عاجباكي انت هتتورث، بتاتراكت، انت بتشديها. ما هو بيبقى تطير يعني بقى. يعني ساعات انا ببقى قاعد مع اولادي مثلا واقول كلام، اقعد اقول لنفسي ايه ده كان بابا بيقول لي نفس الكلام الله ايوه يرحمه وانا مش عاجبني، ازاي انا بقوله تاني؟ ايوه ماما برضو بتقولي هتقولي لاولادك كده. ايوه بالظبط، فهي دي النقطه. بقولك مش شرط، مش كلنا يعني نروح نقعد مع لايف كوتش وكده، لان بقولك الوقت اللي بناخده في السوشيال ميديا، انك تقعدي على الفيسبوك ولا تقعدي على الانستجرام ولا تقعدي مش عارف ايه، هاتي فيديوهات مثلا كيف تربي اطفالك، مش عارف ايه، اقعدي اقري. احنا مشكلتنا ان احنا ما بنقراش، خلاص ما حدش بيقرا. لا، في كتب لتربيه، تربيه النشء والتربيه الصحيه والتربيه الصحيحه، يقعد يقراها ويبدا يشوف هيعمل ايه بالنسبه بالنسبة بقى للمشكلة ايوه دي علشان للمشكله ما دي. ننساهاش. تقريبا احنا وصلنا للحل، لان هي زي ما قلنا ان نرجع اصدقاء، ايه نيته وايه غرضه من كده؟ ما هي مش هتتعرف، محدش يعرفها غير الشخص ده. لا، لو قعدت اتكلمت معاه هتكتشف نيته. يعني هيقول لها انا بقى اصدقاء، هتعرف منين؟ طب وليه، ايه الفرق بين انهم كانوا اصدقاء؟ ما عشان كده مش بصي، يعني السؤال اللي هو بيتوجه كده انت ما تقدريش تجاوبي عليه، ترجع له ولا ما ترجعلوش، لان انا ما اعرفش الموقف، ما اعرفش ايه اللي حصل، ما اعرفش ليه انفصلوا، ولما هم انفصلوا لسه بيتكلموا ليه وبيقول لها تعالي نرجع تاني صحاب؟ طب ما احنا كنا مخطوبين، ايه اللي فرق ان احنا نبقى اصحاب لا ولا احنا نبقى متجوزين، مخطوبين؟ كان بين كتاب. كانوا كاتبين، طيب كانوا كاتبين الكتاب. يعني يبقى بصي ما اقدرش اتخيل ايه نيته وايه غرضه وايه تفكيره. يعني ما يمكن ما هو ما مش قادر يتحمل مسؤولية، او لقاها مش قادر تتحمل مسؤولية، فخلينا اصحاب احسن. طب فاهماني؟ وليه يعني اصحاب ما يبعدوا خالص؟ ليه يبقوا اصحاب بقى؟ ما هي دي اللي بقول لك عليه، ما انا هما الاتنين شايفين ان هما التعود والعشرة والكلام دوت، دي بتفرق في ما هي الأول، بتقول ثلاث بتحس سنين كده بالظبط. فهو لازم بقى في شغل كده بيتعمل، انك ازاي تعدي الموقف وازاي تنسيه وازاي تبدأي حياتك من الأول. هو السؤال ده جاي في اسئله كله جاي ان شاء الله. طيب السؤال التاني، انا كنت مرتبط ببنت سنه ونص، حياتنا مع بعض ما كانتش الطف حاجه، بس كنت بحبها واتجوزت بعد انفصالي عنها بسنه، وحاليا بقالي 3 سنين متجوز مراتي، هي كويسه جدا بس انا ما قدرتش احبها، مش عايش سعيد، ودايما بقارنها بالبنت اللي كنت مرتبط بيها، ودايما بتمنى اني كنت اتجوزها، انا مش مبسوط ومش عارف اعمل ايه، بطلت اتابع اخبارها، بس هي دايما جوايا، لما ببقى مخنوق بروح للاماكن اللي كنت بروحها معاها، عايز حل جذري علشان انا تعبت. سنة ونص خاطبها أو يعرفها كان ارتبط بالبنت سنة ونص، وبعدين وبعدين هو بعدها اتجوز ومتجوز بقاله 3 سنين. وسنة بين الجواز، بين الانفصال والجواز، صح؟ يعني هم 4 سنين، بقاله 4 سنين ما بيشوفهاش. واتجوزت بعد انفصالي عنها بسنة. بصي الحتة دي مهمة قوي لكل الناس. طب هو 4 سنين مش كفاية ان هو ينساها؟ كفاية جدا، بس هو عمل ايه عشان كفاية، ينساها؟ ما هو بيقول هو بطلت اتابع اخبارها. بس كل ما اقعد مع نفسي اروح الاماكن اللي كنا بنقعد فيها. بص يا منار، احنا الناس بتيجي في حياتنا يا اما نستمتع يا اما نتعلم، يا اما نحقق اللي احنا عايزينه يا اما نتعلم، مفيش فشل. او نستمتع ونتعلم في نفس الوقت. ما هو احنا مش هنتعلم، لان احنا هنبقى مستمرين في العلاقة، فبن بن بن بنحسن العلاقة، بنحسن العلاقة، فانت خلاص انت كده بدأتي. انما الانفصال هو اللي بيعلمك. تبدأي تفكري ايه الايجابيات وايه السلبيات وتبدأي تحدديها. حاجة مهمة قوي، لو جرحتي بقى،
احنا طبيعيين لو جرحنا هنقعد هنقعد نهرش في الجرح، هجيب دم، لازم اروح اعقمه واقفله، تمام؟ هيبدأ يعمل القشرة اللي بتتعمل بعد مدة معينة. لو عمل القشرة، لو عمل القشرة خلاص بدأ يلم، هنرجع نهرشه تاني، هيجيب دم تاني. ده اسمه هيلينج بقى، لازم يعمل الهيلينج عشان يبدأ ينسى القصة، إنما لا يعني ما يروحش الأماكن اللي كان بيروحها، ما يتابعهاش وما يدورش عليها، يتقبل إن دي كانت مرحلة في حياته وخلصت، أنا قدامي مستقبل، أنا لازم أنجح في الحاجة اللي عاملها، يحط لنفسه هدف. هو بس انا شايفه ان هو يعني هو اتجوز خلاص ومعاه واحده كويسه جدا، ايه اللي يخليه يفكر في حاجه فاتت؟ ولا هو علشان ما اتجوزهاش؟ ما تعالجش، هو ما انا عالجش شايفه ان نفسه، هو علشان ما قدرش هو يحصل عليها، واخد مراته مسكنات، مع يعني هو ان هي اتجوز كمسكن. اعتقد لو كان اتجوز البنت اللي كان مرتبط بيها دي ما كانتش هتبقى في دماغه يعني الحاجه من بره حلوه قوي، لما بندخل فيها بنبقى ما احنا مش هنخش في النوايا. اصلا يعني انا يعني هو انت اتجوزت هو خلاص. بس هي مشكلته الوحيدة ان هو ما عالجش، هو اخد مسكن ويا ريت ماشي على المسكن طب يا دكتور، ده، هو بيروح برضو نفس الأماكن ويفتكر كل حاجة. طيب هو دلوقتي بمناسبة بقى المشكلة دي، تمام، هل ممكن شخص يستبدل شخص انا شايفة ان هو استبدل البنت اللي كان بيحبها بمراته، تمام، فهل ممكن اولا سنة كفاية، اول سؤال هي سنه كفايه ان هم ان هو يتجوز، تمام، هيكون اتعالج فيها، وهل ممكن شخص يستبدل علاقه بعلاقه تانية يعني علشان انا انسى البنت دي فانا هتجوز؟ يعني ممكن شخص او هي مثلا تقول انا علشان انسى الشخص ده انا هتجوز واحد تاني فهنسى شخص بشخص، ده ممكن يحصل فعلا؟ بصي، لو ما تقبلتش الوضع ولو ما اشتغلتش على نفسها عشان تنسى، عمر ما حاجه هتنفع، لان زي ما هو بيقول في السؤال بتاعه، انا بقارن بين دي ودي، بقارن بين دي ودي، فاكر للتانيه كل الحاجات الايجابيه، مع انه بيقول ان لا هو كاتب هو حياتي معاها ما حياتي كانتش معاها ما كانتش الطف كده، حاجه. بس عمال اقارن بينهم، بيفتكر الايجابيات بس ما بيفتكرش السلبيات. طول ما انت بتفتكر الايجابيات بتاعت الشخص عمرك ما هتنسيه. انا ما هي شايفه ان دي حاجه ان كنترول. لا مش ان كنترول، اقول لك ليه، هي ان كنترول لانها ان كونشس، يعني من العقل الباطن، بس احنا لازم نطلعها للعقل الظاهر. هنجيب ورقه وقلم واكتب اسم الشخص اللي انا عايزه واكتب الايجابيات والسلبيات واخليها قدام عينيا، خلاص، وتبداي تبصي. بس طب معلش قولي لي. هقطع حضرتك، ايوه الكلام ده تمام ممكن بيحصل في اول الانفصال، تمام، في أي وقت. بعد كده يعني مثلا لو اتعملت الورقه دي ايجابيات وسلبيات في اول الانفصال هتلاقي السلبيات اكتر من الايجابيات، لو بعدها بفتره مش قليله هتلاقي الايجابيات اكتر من السلبيات. لا، ما انت تعمليها من غير ما تفكري، ازاي؟ يعني تعمليها في وقت دلوقتي هعملها خلاص، يعني ما تقعديش مجهزة في دماغك، لو قعدتي تجهزي انت مش بتطلعي اللي في العقل الظاهر اللي هو انت مستمرة عليه اللي هو فاكراه. لا يعني مثلا تصحي من النوم مثلا نايمة اللي هي الحاجات الظهر الثابتة بقى في دماغها. دي هي خلاص الحاجات الثابته، انما لو قعدتي تكتبي وتفكري، لا وكمان انا شوية هاخد تفتكر خمس حاجة دقايق لا ما فيش الكلام ده، فهتروح كاتباها. هي تكتبيها، هتدي لنفسك 10 دقايق هكتب الايجابيات والسلبيات، وبسرعه تكتبي من غير ما تفكري، هتلاقي حاجات تانية طلعت غير اللي انت بتفكري فيها، وهتلاقي حاجات كتيره. بعد بقى ما تكتبيها وتبصي عليها هتلاقي ان في حاجات من الايجابيات تروح سلبيات، في الوقت ده انا مش محتاجه ده، لا ده سلبيات، وحاجات من السلبيات هتروح الايجابيات، هتبداي بقى تفكري ويعمل نفس الورقه لمراته، ما هي مراته معاه، يعمل نفس الورقه ما اكيد مش ويشوف، هيروح يقول لمراته ان انا بفكر لسه. مش هيقول لا لا لا، ما كل الكلام ده هو انا مش هكتب واجي اوريكي الورقه واوري للناس الورقه، دي حاجه بيني وبين نفسي خالص، يعني ايفن حتى لو قاعد مع اللايف كوتش، اللايف كوتش المفروض ما يشوفش الكلام ده، انا بقول له اعمل كده ويبدا يكتب، وبعدين هو مع نفسه اقول له طب ايه اللي تقدر تغيره من هنا لهنا،
ايه اللي تقدر تلغيه من هنا وتشيله خالص، ايه اللي عند التانية يغطي على الحتة دي. تبدأي تنوري حاجات جواه بحيث ان هو يعمل كنترول للايموشنز بتاعته، للمشاعر بتاعته. هي دي النقطة، احنا مخنا ده ما بيشتغلش اكتر من 15 20%، الباقي كله احنا ماشيين ايموشنال، وده ما ينفعش، لازم نتحكم في المشاعر. طيب هنرجع نفس السؤال تاني، قوليلي. هل في شخص بتنسب شخص تاني؟ لا، ما هو لازم يعمل الاكسرسايز ده، طيب لازم ينسى الشخص عشان يروح لشخص تاني. معنا اتصال تليفوني. مدام دعاء. الو، او الو استاذة دعاء، انا اسفة. الو، الو، ايوه اتفضلي. السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ ازيك يا دكتور منار؟ وعليكم السلام، اتفضلي. انا شايفه ان يعني ده رايي الشخصي، ان تحسين العلاقات بتنجح اكتر مع الام وابنها، انها بتعتمد على ان واحد بس اللي يغير مثلا تصرفاته او رد فعله هو اللي بيأثر على اللي قدامه، لكن تقريبا اي، انا شايفه في رايي يعني ان اي علاقه فيها اثنين فيها مشكله لازم الاثنين يحاولوا يعالجوها. فبحكايه تحسين العلاقات الزوجيه او الحاجات دي بتفشل في مصر نتيجه ان طبعا حته الست لازم تستحمل، الراجل ما بيغلطش، الراجل ما بيفوش اي مشكله، ما يعبوش اي حاجه، فدايما الجانب الاضعف اللي بيحاول يدور على حل علشان استمرار العلاقه. فكون حد بيعمل مجهود عشان يحاول يحسن العلاقه وقدامه ما بيحاولش يحسنها، فما اظنش بيجيب نتيجه. فعشان كده حاسه ان اللي منتشر قوي ازاي تربي ابنك التربيه السالبه للطفل مش عارفه ايه، لكن هل فعلا ينفع حد طرف واحد في العلاقه اللي يسعى انه يحسنها من غير اي محاوله من اللي قدامه انها تتحسن؟ ده سؤالي. وهل لو ينفع ايه هي الطرق؟ لا بصي، انا ما قلتش انه ينفع من طرف واحد خالص، انتي، انا قلت ان انتي تقعدي معاه دي المشكلة، الفكرة المترسخة في الرجل المصري كلمة أنا ما بغلطش، الست تستحمل عشان بيتها، لكن طبعا أي تقصير من ناحية الزوجة لا ما تستحملش في كذا حد. هي دي الفكرة للأسف المسيطرة على الرجل المصري بالذات أو الرجل الشرقي عموما يعني. لكن عشان كده احنا لو لاحظنا بره الأجانب دايما تلاقي في العلاقات ان الرجل والست بيروحوا هما الاثنين يتناقشوا مع المختص يتكلموا. فهي دي المشكلة، ان دايما مش حاسة ان تحسين العلاقات الزوجية في مصر ليها تأثير زي بره ابدا. ففعلا الواحد حتى يعني انا اللي انا خدت بالي حضرتك ان لازم الاثنين يبقى عندهم استعداد انهم يحسنوا العلاقة. طب لو في مثلا حد طبيعي شايف ان انا مش غلطان، واحد هو اللي بيسعى اللي هو دايما الاضعف، اصل هو لو الاقوى مش هيدور، فيعمل ايه علشان يقدر يحسن العلاقة؟ انا عايزة اقول كومنت ممكن. تمام. الموضوع ده تمام ليه علاقة بال، يعني هي مثلا بتقول الـ الابن العلاقة بتبقى احسن علشان الابن لسه صح بيتكون شخصيته، انما الراجل بيبقى اوريدي خلاص تكون شخصيته، فاحنا بنتعايش مع حاجة كونت ولا ايه؟ شكرا، متشكرة ليكي جدا يا استاذة دعاء. احنا بنتعايش مع حاجة كونت، بس زي ما قلت برضو لازم يبقى في اتصال، لازم يبقى في نقاش. مفيش حاجة اسمها مش هعرف اغيره، انت لو قلتي مش هعرف اغيره خلاص يبقى انت مش هتعرفي تغيريه. لا، انا هعرف اغيره وهحاول ونقعد نتكلم. وبعدين هي مشكلة الراجل، هي بتقول لك هو مش شايف نفسه غلطان خالص، لان ازاي قعدت وكلمت معاه؟ ما هو ممكن يبقى اسلوب النقاش اساسا انت غلطان غلطان غلطان. احنا قلنا لو بدأنا ننقد الشخص خلاص طبيعي مش هيتقبل مننا حاجة. بس فانا شايف ان هي وسيلة الكلام ووسيلة توصيل المعلومة بس. طيب نرجع برضو لنفس السؤال تاني. إيه؟ تمام. هل في شخص ممكن يتنسب شخص؟ يعني انا دلوقتي اتجوزت وانفصلت، تمام، هروح اتجوز بعدها. تمام، هتتجوزي بعدها ليه؟ هي يعني بتبقى عشان انساه؟ بتبقى فاكرة بقى ان هي تنسى شخص بشخص تاني؟ لا، اول حاجه، اول بصي النقطه دي فينا كلنا برضو، ان انا عشان اسيب حد عشان حد، يعني اخد حد عشان انا سبت حد، اول حاجه ببقى حاسس ان انا الضحيه ورايح اخد التاني عشان اوري للاولاني ان انا مرغوبه وان انا الناس عايزاني، من غير ما ابص عليه ولا من غير ما اشوف ايه المميزات والعيوب بتاعته. وده غلط، لانها هتخش في علاقه اسوأ من العلاقه اللي كانت فيها. انما نبدا الاول
اشوف انا حصل ايه في العلاقه اللي فاتت، ايه الصح وايه الغلط، واتقبل الموضوع اللي حصل، ان ربنا عمل كده اكيد لسبب معين، اكيد ربنا عمل كده عشان حاجه بيبقى دي حكمة كويسه في كل ليا. حاجة. مفيش، ربنا ما بيعملش حاجه وحشه، اه اه يعني ربنا كل حاجه بيعملها سبحان الله سبحان الله، كل حاجه بيعملها لغرض معين. انها تتقبل ان الموضوع ده حصل عشان يعلمها حاجه وتبدا تفكر فيها وربنا يكرم، ولازم بقى تقول انا مسامحه الشخص دوت وات ايفر حصل ايه مهما عمل، لازم اسامحه واتقبل ان هو انسان هيكون مناسب لحد تاني، يمكن هو مش مناسب ليا خلاص. وبعد كده لما ابدا اصفى، يعني من 3 ل 6 شهور على الاقل، على الاقل يعني عشان بعد 6 شهور تبتدي تفكر ان هي عايزه تتجوز تاني او لا. بالظبط تبتدي بقى خلاص كده، يعني هو ماكسيموم ماكسيموم لو اشتغلنا على نفسنا صح، اقصى حاجه 6 شهور بيكون خلاص الموضوع عادي خالص. ذكرى جميله، ذكرى سيئه، ذكرى سيئه اتعلمنا منها، ذكرى جميله استمتعنا بيها بس ما لناش نصيب فيها، خلاص على كده ونبدا نشوف حياتنا. اصل لو كل واحد قاعد يفكر في اللي حصل وابدا اخد واحد تاني عشان انسى الاولاني واجي اقعد مش مع ده، هنخلص. مش هنخلص، هتكرر الفشل، هتكرر الفشل ومش هتوصل للنتيجه اللي هي عايزاها. ما ينفعش. يعني الشخص نفسه يشوف ايه الاخطاء اللي وقع فيها بالظبط. وايه الاخطاء وايه الايجابيات اللي هو عملها. انت عارفه الكابوني، واحد من المافيا المشهورين قوي، وهو بيتحاكم بيقول لهم انتوا بتحاكموني ليه وانا كنت بمتع اللي حواليا. يعني تخيلي وصلت، ما فيش حد بيحس انه عمل حاجه غلط، يعني واحد مافيا وقتل قتله بس بيسرق ويقتل عشان يمتع اللي حواليه، اللي حواليه كلهم مستبدلين، اسالوا اي حد من اللي حواليا لو كنت عملت لهم حاجه. فهي دي النقطه، انت ما تحكميش ان انت على طول انا اللي مجني عليا، ما يمكن انت تجاني وانت مش حاسه، لازم تقعدي مع نفسك وتشوفي ايه اللي حصل وحصل ليه كده، هتبداي تتقبلي وهتبداي تبصي بقى بنضاره الشخص التاني. انت مش لابسه نظاره هيبقى صعب انك بس هو لازم كده. برضو في كومنت عايزه اقوله بالنسبه للاستاذه دعاء، انها بتقول الشخص بيبقى الشخص ما بيشوفش نفسه غلطان، يعني الطرف التاني المفروض هو مش شايف نفسه غلطان، بالظبط. ولو قلنا موقف هو غلط فيه هو مش شايف نفسه وهي مش غلطان. شايفه نفسها غلطان. الفكره طب ليه ما نلبسش زي ما حضرتك قلت في اول الحلقه، ليه ما نلبسش نظاره بعض؟ ايوه بالظبط. هي تلبس نظارته وهو يلبس نظارتها ويشوفوا وجهه النظر. بس المشكله ان ممكن موقف يتقال على فكره تمام وهي تحط نفسها مكانه وتلاقي نفسها انها لا برضه ما كانتش تتصرف التصرف ده. طب ماشي، ما هو عمل كده ليه؟ هو بيعمل كده ليه؟ لوحده؟ استحالة. ما ممكن يبقى رد فعل، ما تقعد تبص هي بتعمل ايه؟ هي المشكلة، بصي هي كل كلامها، أصل الطرف التاني استحالة يعترف إنه غلطان، أصل الراجل هو اللي من محل القوة والضعيف دايما يجي عليه. منين جابت كده؟ ما هو في ستات هي في مراكز قوة أكتر من الرجالة، صح ولا غلط؟ في وفي ما رجاله بتشوفيش برضو كده؟ اكتر وفي من رجاله الستات. اقوى من الستات، ما فيش حاجه اسمها ده مركز قوه الستات ضعيفه والستات بيجي عليها. ستات ايه؟ ما الستات بتخلع جوازها دلوقتي، يعني هو في اكتر من كده؟ لما واحده مش عاجبها جوزها بتروح تخلعه. عشان كده ربنا قال وجعلنا بينهم موده ورحمه. بالظبط، موده ورحمه، اتكلمي واعرفي. طب يا دكتور في برضو سؤال يتسال اهو تمام، لو في اتنين اخوات، اتنين يعرفوا بعض على انهم اخوات تمام واصدقاء، بس هو مهتم بيها اكتر منها تمام، واللي حواليه شايفين ان لا الاهتمام ده خاطئ تمام، ولما حاول يلمح ان هم ما يبقوش اصدقاء او ما يبقوش اخوات اتفهم غلط من الطرف التاني. لا مش فاهم، اتفهم غلط ان هو عايز يخلع يعني، ولا اتفهم غلط ان هو عايز يرتبط؟ لا ان هو ارتباط. طب وهي كانت متخيله ايه، متوقعه ايه؟ هي ما فيش دماغها، ولا هو اللي مش في دماغه، ولا انا مش عارف ايه مين الطرف اللي عايز. هي في الاول كانت هي بتتعامل معاه لانه اخوها تمام، علاقه صداقه يعني، فلما لقيت الاهتمام زيادة عرفت ان العلاقة ارتباط. وبعدين حاول ينفصل بس مش عارف يعمل ايه. حاول يسيبها يعني ويبعد عنها، مش عارف يعمل ايه. بصي هو لازم اعرف ايه الموضوع واديله تليفوني، يعني تليفوني في الكنترول، خليه يكلمني بعد طيب احنا ممكن الحلقة. نتواصل مع الدكتور بقى على رقم كده تليفون. احسن.
تمام. طب يا دكتور انا والله العظيم انا مش عارفه. طب انا قدامي اسئله كتيره جدا تمام، وبيقولوا لي قدامي 3 دقائق. طب ده يعني يخلصوا ازاي في 3 دقائق؟ تمام، احنا هنعمل حلقات كتير مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله، مفيش مشاكل. طب يا دكتور برضو في سؤال تاني، هل حضرتك مع تغيير الشخصيه علشان الطرف التاني؟ يعني انا مش عاجبني فيك صفه تمام، وانت مش عاجبك فيا صفه، فهي تقول له لا غير نفسك، او هو يقول لها لا غيري نفسك تمام، فانا يعني ولا يتقبلوا بعض زي ما هما؟ ما هو هي برضو الاسلوب، ازاي هتتكلمي معاه؟ ما هي دي النقطه. ما هو انا صفاتي كده، انا مش غلطان، انا مبسوط، انا زي الفل، انا عايش حياتي زي الفل. تيجي انت تقولي لي غير، طب اغير ليه؟ يعني يتقبلوا بعض زي ما هما، لا يتناقشوا مع بعض. ايه رايك لو عملنا كذا؟ ايه رايك لو يعني هيتغير؟ ما هيتغير، كل حاجه هتتغير. ما فيش حاجه ثابته في البني ادم، ما فيش حاجه ثابته في الكون، بس ازاي توصلي للي انت عايزاه وازاي تقنعيه بيها بس. طب يا دكتور معانا اخر سؤال تمام، علشان عمالين يقولوا لي اختمي. ازاي نتجاوز مرحله بعد الانفصال تمام، لما يكون الانفصال ده مش ما حصلش عادي، اللي هو انا مش اللي هو مش خلاص، مش عدم اتفاق وخلاص، سواء الانفصال حصل عادي او حصل بعد شوك صدمه. زي هو علاج هيلينج، يعني الهيلينج اللي هو تضميت الجراح. اول حاجه فيها ان انا اكسبت، يعني اعترف ان الحاجه دي حصلت، ما اقعدش بقى لا ده انا المجني عليا وانا اللي خلاص ضعت وانا منه لله، الله يكحمه الله يوديه في داهيه، وتقعد تحاسبن عليه لما تقول يا بس. انما لا، تقعد تفكر. ما هو بصي، استحاله 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 ان بني ادم يجرح بني ادم ويسيبه غير باسباب. ابداي جمعي الاسباب، وتبدا سواء الولد او البنت يبداوا يجمعوا الاسباب ويعرفوا في ايه، ويبدا خلاص لو ما فيش امل انهم يرجعوا يبدا بقى يعالج الجرح زي ما قلنا. ما يقعدش يهرش في الجرح ويقول لك عمال ينزل دم، ما هينزل دم، ما تهرش. ابدا بقى عيش حياتك وحط هدف توصل له. الهدف نجاحك في الهدف ده هينسيك كل حاجه في الدنيا قدامك. انا اهوت بقول لك حصل لي حاجات كتير والحمد لله زي الفل. الحمد لله. الحلقه خلصت، الحلقه انا مش عارفه خلصت ازاي، خلصت تمام. هنطلع حلقات تانية مع بعض ان شاء الله، عشان في اسئله ما اتسالتش، وفي اسئله من اللي هي الاسئله اللي جت على البيج انا ما سالتش منها غير سؤالين تمام، انا مش عارفه يعني هودي وشي منهم فين. تمام. بصي انا كنت سعيد جدا بوجودي معاك النهارده يا منار، وسعيد بالاسئله، ويا رب يا رب يا رب اكون نورت حتت كده عند الناس، لان فعلا 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 يعني اهم حاجه انك تعرف انت ايه وجواك ايه قبل ما تحكم على اللي قدامك، وكده الدنيا هتبقى زي الفل. انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور. كان معانا دكتور حسام فوزي دويدار، ريليشن شيب اند لايف كوتش. ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور، مبسوطه اني كنت معاك النهارده. وانا كمان. استنوني الأسبوع الجاي مع ضيف جديد. باي باي.